السلام عليكم ورحمة الله. إخوان تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الطلاسم هذه، غادي نشوفوها بالديتاي من الأول حتى الآخر، وكيف ما طلبوا بعض الأصدقاء في الكومنتير خصهم ديتاي، يعني برونشمون، يعني جميع التفاصيل دانستالاسيون دو أ أ زيد. غادي نبداو بالفيديو الأول. نورمالمون خصنا نبداو بالفيديو الأول، كيفاش الطريقة باش نحسبوا العدد ديال لي بانو والعدد ديال لي باتري. الا كان كليون غادي يستعمل لي باتري، فهاد الحاله هادي ديالي انا كليون غادي يستعمل لي باتري، غادي يكون اوتونوم، يعني غادي تقريبا غادي يستغنى على الريزو. كيفاش الطريقه اللي غنحسبوا بها غادي كنعملوها في الفيديو القادم ان شاء الله. واليوم غادي نعملو مثلا، لنفترض مثلا حسبنا العدد ديال لي باتري والعدد ديال لي بانو، النوع دي بانو والنوع دي زونديلور. نبداو اول خطوه، مثلا الحاله ديالي هذه عندي هنايا 30 بانو، عندي 30 بانو هنايا، عندي شي بعض لي بانو زايدين، يعني ريزيرف منهم ريزيرف. المهم اول خطوه من بعد ما تختار لي بانو ديالك، اول خطوه خصك تعمل تشوف لي سباس واش عندك كافي باش تنزل فيه لي بانو. تعمل واحد العمليه حسابيه، ديك الساعه نشوفوا ديك العمليه الحسابيه كيفاش كتتم باش تشوف لي سباس اللي غادي يديو لك لي بانو. انا كان عندي هنايا غير سطح بوحديتو، السطح ما كانش يعني مزير شي شويه، خدمت بلي بانو دار 400 الواط. 400 الواط ما كيديوش لي سباس بزاف الى مقارنه مع لي بانو 250 واط، كيديو لي سباس شويه، واحد الفرق صغير ماشي بزاف. المهم كتاكد على لي سباس، المساحه اللي غتنزل فيها لي بانو ديالك. انا كان عندي مزير شويه هنايا السطح، وشرط عليا الكليون البانو يكونوا ما يظهرولوش من على برا، علاش عملتهم طايحين شي شويه. وكذلك شرط عليا باش نخلي له واحد ليسباس صغيور باش يستافد منه هو، نقلي به الاغراض ديالو. لاستالاسيون ها كيفاش جات، نقلب الكاميرا. لاستالاسيون ها كيفاش جات، جات هاد سترينغ هادي فيها 10 دي بانو سيري، كل بانو فيه 41 فولت، يعني السيري كاملين بيهم 10 غتكون عندي 410 الفولت و 9 لومبير، لأن يعني بما أنهم سيري يعني 9 لومبير اللي كتسيركولي هيدا وكتمشي لون ديلر، يعني 9 لومبير هنا و 9 لومبير هنا. هادي السترينغ هادي جات مقسومة على جوج، مكانش عندي ليسباس باش نخليلو هاد شوية ليسباس هنايا باش يستافد منه هو، هاد ليسباس هدا باش يستافد منه هو. من بعد ما ركبت هاد لي بانو سيري ب10 ديتهم لون ديلر. اذا عندي هنايا السيري الاولانيه فيها 410 فولت ولا 400 تقريبا 430 فولت، وهذه السيري الثالثه فيها 430 فولت. هنايا ما تقسم والو، ما هذا هو الاتفاق اللي كان بيناتنا، ما خلانيش نتقرب ولا نعمل حتى شي حاجه. متو غير التقالات هادو خدموا مزيان مع هاد الرحله اللي داز هاد اليومين، ما كاين حتى شي مشكل. صافي كيدخلوا لي بانو سولير، كيدخلوا لي بانو سولير كيجيو الطابلو ديال بروتيكسيون دي سي. هنا مازال ماشي مسالي، خصني ندير هنايا لي بارافوتر دي سي، وكذلك لي ديجونكتور دي سي. هادو عندي ريبوزوار ايضا باش ما ننساش. عاود هنا انا صاصو مازال ما سالي ساشي. هنا غادي نعمل هنا الكوميتاتور باش نقطع 48 فولت على كل اونديلور، غنعمل 3 كل اونديلور، غنعمل له الكوميتاتور ديالو واحد اون اوف ديال 150 امبير ولا 200 امبير، كل واحد ديالهم احسن كل واحد ديالو، باش الا بغينا نعمل شي ترابو دونتروتيان ولا هذا يكون عندنا كوميتاتور هنا نقطع عليه الضوء. بالنسبة للونديلور هنايا كنبرونشيو الزائد والناقص ديال لي باتري، الزائد والناقص هنايا، الزائد هنايا، الزائد والناقص ديال لي بانو سولير، الزائد والناقص ديال لي بانو سولير اللي عندي هما هادو، الزائد والناقص ديال لي بانو سولير، والفازون نوتر ديال الخارجة ديالو هي هادي، لا سورتي فازون نوتر أو لا تير هي هادي. اللي غتمشي لواحد ديجونكتور ديال جوج لي فاز، ها هما عندي كل واحد ديالو، الاولي الثاني الثالث، فاز نوتر فاز نوتر فاز نوتر. بالنسبه للباتري كما قلنا مره اخرى، درنا 4 جروب،
اربعه لي جروب ديال اربعه لي باتري مونتيان سيري، بلوس عند الموان بلوس عند الموان، البلوس عند الموان، كيبقى لنا هنايا الموان وهنايا البلوس. هذه كامله بحال واحد الباتري عندها بلوس هنايا وموان هنايا. اللي غادي نبرونشي هذه، هاد الباتري هذه 48 فولت، غادي نبرونشيها باراليل مع هذه. هيا نبرونشي هنايا باراليل، كذلك ومثال هاد البلوك هذا باراليل مع هذا، وهذا باراليل مع هذا. وبما انا عندي تتد لي زونديلور، يعني غيكون عندي 380، هذا الفاز الاولاني، هذا الفاز الثاني، هذا الفاز الثالث. ضروري ما نركب معاهم لي كارت ديال الكومونيكاسيون باراليل، كتجي على هاد الشكل هيدا، ولي كارت كومونيكاسيون هما هادو. اذا خصني ثلاثة ديال لي كارت كيجيو من تحت هنايا في هاد التوشية هادي، كنحيد هادي وكنركبهم. خصني نحيد هاد لي دو كارت، ثلاثة بيهم، انا غنحيدهم ونرجعو. من بعد ما فيكسيت لي كارت دو كومونيكاسيون باراليل ثلاثة بيهم، دابا غادي نديهم بلي كاب اللي كيجيو معاهم. غادي لونديلور الاولاني مع الثاني مع الثالث على حسب هاد الشيما هادي. اذا الاولاني البور الاولاني ديال لونديلور الاولاني غنركبوه مع البور الثاني لونديلور الثاني، وما فيهم الفيش مال وفمل، ما عندك فين تخطا. الا ركبتي الفيش الاولانيه في البور الاولاني غتبقى لك الفيش الثانيه غتركبوه في البور الاولاني، في البور الثاني عفوا، كيف ما اذا غتركب في البور هذا الاولاني، هذا غتركب في البور الثاني. الفيش فيهم مال وفمل، لا ليزون الثاني عاود ما بين البور الثاني ديال لونديلور الاولاني، تمشي للبور الاولاني ديال لونديلور الاخر الثالث كيما في الشيما. اذا كما كتشوف معايا هنايا ثلاثة لي زونديلور، كل اونديلور فيه 5 كيلووات، مجموع عندي هنايا 15 كيلووات. هنايا في مونتاج باراليل كاين دو تيب ديال المونتاج، جوج انواع ديال الكونفيغوراسيون. اما نخليوهم مين فاز، يعني سينجل فاز، كيتسمى سينجل فاز، يعني غيكونوا نفس الفاز، يعني هذا يخرج فاز ونوت فاز ونوت فاز ونوت، ونعملوهم الكونفيغوراسيون ديالهم على انهم سينجل فاز، يعني مونو فاز، كيخرجوا 220 باراليل مع بعضهم، النوتر مع النوتر ولي فاز مع لي فاز. اولا كنخرجوا 380، يعني هذا خصو يخرج الفاز الاول، هذا الفاز الثاني، وهذا الفاز الثالث. هنا في هذه الحاله هذه خصنا نعملوا له الكونفيغوراسيون ديالو بحيث كل واحد يخرج واحد الفاز انديبوندون على الاخر، اولا كل فاز ديكالي على واحد الفاز اخر بواحد اللونغ اللي هو 120 دوغري، كما معروف في الالكتريسيتي كيكونوا ديفازي. ولي نوتر لي نوتر كيتشركو ولي فاز كيبقاو ديكالي على بعضهم باش كتخرج لنا 380 فولت. قضية أخرى، ملي كيكون عندنا أكثر من أونديلور وكيكونو عندنا لي باتري، كل أونديلور كخصو لي بانو ديالو يكونو انديبوندون على لي بانو هذا. يعني هذا غنعملو واحد سترينغ، واحد المجموعة ديال لي بانو، هذا واحد المجموعة أخرى ما عندها حتى شي علاقة مع المجموعة الأولانية، وكذلك هذا كل واحد عنده لي بانو ديالو بروبر، يعني ماشي مبارطاجي مع اخرين. اما بالنسبه للباتري، ضروري الباتري تكون مشروكه بيناتهم ثلاثه بيهم، شحال ما كانوا، ثلاثه اربعه خمسه جوج، شحال ما كانوا. اللي نوتر حنا شركناهم قبل ما نعطيو لا ليمونطاسيون، نهادو نعطيهم لا ليمونطاسيون بالباتري، نتاكدوا من لي برونشمون لي كونيكسيون، هاد البورني ديال الباتري واش بيان سيري. المهم نعمل واحد فيريفيكاسيون توتال
عندنا تيهم ريمونطاسيون. واحد القضيه اخرى ما ذكرتهاش ومهمه بزاف، مهمه بزاف، اذا كان عندنا اكثر اونديلور اليمونتيين بالباتري. في هذه الحاله هذه الكابل اللي كيغدي لونديلور بالباتري، الكابلياز ديالهم خصهم يكونوا مقطعين في نفس المسافه. اذا كان واحد لونديلور عنده الكاب ديال الباتري طويل على ياخور بواحد المسافه معينه وخا صغيره، دائما كاين واحد شوت دو طونسيون في الكابل. الا كانت ديك لا شوت دو طونسيون غير 0.1 فولت، راه غادي يخلق مشكل في لي زونديلور. مثلا عندنا تريفازي هنايا، المشكل اللي يقدر يوقع هو مثلا ملي كتديشارج الباتري وكتصل واحد النيفو لو سي اللي غادي يقطع فيها لونديلور. مثلا نقولوا حنايا ديك لو سي اللي هو 46 فولت، 46 فولت. اذا كان هذا فيه 46.1 وهذا فيه 46 فولت، هذا غادي يقطع وهذا غادي يبقى خدام. يعني هذا غيعطيك الفاز وهذا غيعطيك الفاز وهذا غيحيد لك الفاز اذا كانت شي بومبا ولا شي حاجه. باش نعمل لا كونفيغوراسيون باراليل، المقطع هذا ما صورتوش، كان معايا هذا الزبون واقف هنا ما بغيتش نجبد التليفون هذا، وما غادي نعطيكم الديتاي كامل كيفاش العمليه اللي قمت بها. بالنسبه لهاد لا مارك هادي هما تقريبا كيجيو بحال لي زونديلور كاملين كيجيو بحال بحال. بالنسبه لهاد لا مارك هادي اش بي باور، كانت فيها لي زونديلور اخرين، كنخلي الاولاني كنخلي غير هذا شاعل، كندخل للموني كنبريك هنايا واحد 3 سكوند، كندخل للموني وكنمشي للموني 24 23 موني 23. الا مشينا الى موني 23 ما غيدخلناش، خصك تطفيه. هو في لي تاكي كيكون في الموني، كطفيه من هذا البوطون هذا غادي تطفيه، غادي يبقى لافيشور شاعل. ديك الساعه غيتافيش عليك الموني 23. ملي غتمشي للموني 23، ملي غتمشي للموني 23 هو هذا، هو كيقول لك هنايا سويتش اوف. ديك السويتش تحت ثاني خصك تطفيه، كتدخل للموني 21، ويلا دوسي كيمشي لك ديريكتومون للموني 28، كيخصك تطفيه باش كيافيشي لك الموني 23. المهم ملي كطفيه كتجبرو بار ديفو كتجبرو سينك، كامل لك سينجل سينج يعني واحد مونوفاز. غاتسيليكسيوني هادي، كتسيليكسيونيها وكتقلبها بال باراليل بال، وكتافيشي لك 3 بي 1. 3 بي 1 هو بوست، هو الفاز الاولاني، هذا لونديول الاولاني كيافيشي لك 3 بي 1 يعني الفاز الاولاني. كتخرج من الموني كدوز للثاني، كتشعل الثاني نفس لي طاب نفس العمليه. شني هنايا ما كتعملوش، ما كتعملوش 3 بي 1، كتعملو 3 بي 2 يعني هذا الفاز الاولاني، هذا غيكون فاز ثاني يعني 3 فاز الفاز الثاني، وكذلك الثالث او 3 فاز الفاز الثالث نفس لي طاب. وكتطفيهم ديك الساعه كتشعل الاولاني والثاني والثالث، كيتافيش لك هذا الشيء هذا، كيتافيش لك الاولاني كيتافيش لك اي لوست، والثاني كي ابيشي 3 فاز بي فاز الثاني، والثالث كي ابيشي 3 فاز الفاز الثالث. دابا الى قسنا هنايا غادي نجبرو 380 كاينه. دابا الى قسنا في هاد ديجونكتور، الى قسنا في هاد ديجونكتور غادي نجبرو 380 كاينه، لي فاز كاينين كاملين. صافي علينا الديجونكتور، راكورديناه مع الطابلو الكتريك،